نعم، هي 7 غارات، آخر هذه الغارات ما بين أنصارية وجبشيت وجبل الصافي وأيضا كفر شوبة وبنت جبيل وأيضا جوية. آخر هذه الغارات على سبيل الأرقام هي 137 غارة توزعت هذا اليوم ما بين جنوب لبنان وما بين البقاع والضاحية، ولكن الجل الأكبر تركز هنا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى أن الكثافة النارية أيضا تركزت ما بين الرأس الناقورة حتى مروحين في هذه المنطقة التي يحاول الجانب الإسرائيلي التوغل فيها باتجاه الأراضي اللبنانية. وكان حزب الله قد أشار منذ حوالي الساعتين إلى استهدافه مجموعة، وتحديدا بالقرب من موقع لحفظة السلام تحاول التقدم باتجاه المنطقة. إذا أخذنا كل المصادر المتقاطعة على الأرض، هي تحدثت إلى أنه بالأمس شوهد جرافات من نوع D9 الكبيرة اجتازت الخط الفاصل وتقدمت باتجاه بالقرب ما يعرف بمواقع للأمم المتحدة، وأيضا حزب الله يقوم في تلك المنطقة بعملية القصف المركز، ليس في هذه الساعة إنما من ساعات الصباح. بالنسبة إلى عمليات الرشقات الصاروخية، أستطيع القول منذ 5 دقائق وقبل هذا الهواء المباشر كان هنالك رشقة باتجاه أصبع الجليل والجليل الأعلى، وكان قد سبق ذلك ذوي صفارات الإنذار على قاعدة أسراب من المسيرات انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الداخل، وكان قد سبق ذلك أيضا عمليات لإطلاق 3 دفعات من الصواريخ مقسمة على تواقيت مختلفة ما بين التوقيت والتوقيت الآخر حوالي 10 إلى ربع ساعة، مما يعني فعليا على الأرض إلى أن إطلاق الصواريخ لا يزال مستمرا حتى هذه الساعة، مع الإشارة إلى أن التقدم أو التوغل البري هو ينقسم إلى 6 محاور سأذهب معك بها سريعا، من يارون إلى مارون الراس، كفركلة، لديس بليدة، وأيضا منطقة اللبوني.